وفي نفس هذا الإطار سيعود النظر في الامتياز القضائي الذي يتمتع به عدد من المسؤولين الساميين في الدولة على نحو يكرس مبدأ المساواة أمام العدالة، وسوف تتجسد شفافية الأداء العمومي من خلال وضع آليات جديدة للوقاية والمراقبة من أجل ضمان نزاهة المسؤولين العموميين والتسيير السلمي السليم لأموال الدولة. وبشكل عام يجب أن يصبح مفهوم المساءلة وتقديم الحسابات قاعدة في العمل العام تفادياً لكل انحراف.